السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم عالم سهام. سعدت بلقائكم عزيزاتي، وأتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم بإذن الله تعالى سأشارك معكم خلطتين مضمونتين لإزالة التجاعيد وجميع الخطوط الرفيعة والعميقة من الوجه بمكونات سهلة متوفرة بمطبخك بإذن الله، لكن نتيجتها رائعة وسريعة. وإذا كنت تزورين القناة لأول مرة، لا تنسي الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو، وكذلك تفعيل الجرس الصغير بجانبه لتتوصلي بكل جديد وبكل إشعارات الخلطات الحصرية والمجربة فور نزولها على القناة. شكرا لكم. إذن لكي لا أطيل عليكم عزيزاتي، لنبدأ بالتعرف على مكونات الخلطة الأولى. وسنحتاج للقهوة، وبطبيعة الحال لن نستخدم القهوة سريعة الذوبان، إنما سنستخدم البن المطحون أو القهوة المطحونة. فكما لاحظنا مؤخرا أنها أصبحت تستخدم على نطاق واسع في منتجات التجميل، سواء كانت للبشرة أو للجسم بشكل عام. وكثاني مكون سنحتاج للعسل، ومن الأفضل دائما استخدام العسل الطبيعي، أي عسل النحل أو العسل الحر، فهو مكافح للشيخوخة لأنه يمتاز بخصائص تمنع ظهور علاماتها بالوجه، بالإضافة إلى أنه يقشر البشرة، يصلحها أيضا ويجددها لغناه بأحماض أمينية وكذلك بفيتامينات تساعد على ذلك. وكما نعلم أيضا، فجفاف البشرة يسبب ظهور التجاعيد بشكل مبكر جدا، لذلك سنستخدم العسل بهذه الوصفة لأنه مرطب، يرطب البشرة بكفاءة عالية، فهو مادة تمتص الرطوبة لأنه يمتص الماء من الجو ليضفي الرطوبة على بشرة وجهك. أما بالنسبة للسيدات اللواتي يتعذر عليهن إيجاد العسل، فيمكنكن تعويضه في هذه الوصفة بجل الألوفيرا أو غلام الصبار. يمكنكم استخدام الطبيعي أو الصناعي المحتوي على نسبة 100% من الجل، لكنني أنصح دائما باستخدام الطبيعي فهو أفضل بكثير. أي تأخذين نبتة الصبار أو الألوفيرا وتقومين بشقها إلى نصفين بشكل طولي، ثم تبدأين بإزالة الهلام بملعقة صغيرة وتضعينه مباشرة في خلاط كهربائي ليطحن وتحصلي على هلام الصبار الطبيعي. ويمكن أيضا أن نضيف بعض قطرات عصير البرتقال لهذه الوصفة، وهذا طبعا لإضافة فيتامين سي، فكما نعلم فهو ممتاز للقضاء على التجاعيد أيضا، كما يحفز إنتاج الكولاجين والإلاستين بالبشرة ويضفي إليها نضارة وإشراقة دائمة. لننتقل الآن عزيزاتي لطريقة تحضير هذه الخلطة. خذي إناء نظيف وجاف، وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من البن أو القهوة المطحونة. نضيف إليها ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي أو العسل الحر، ثم سنضيف أيضا بعض قطرات عصير البرتقال تقريبا نصف ملعقة صغيرة. الآن سنبدأ بمزج الكل إلى أن تتجانس المكونات. بعد ذلك سنتركها لمدة 5 دقائق لتتفاعل هذه المكونات مع بعضها البعض، وفي هذه الأثناء سنقوم بتنظيف البشرة جيدا من جميع آثار المكياج والأوساخ والغبار التي يمكن أن تغلق لنا المسامات وتعيق عملية امتصاص العناصر المفيدة أثناء وضع هذه الخلطة على الوجه. لذلك وكما أذكر في أغلب الفيديوهات، اغسلوا وجوهكم دائما بالماء الدافئ قبل وضع أي خلطة. فهذه العملية تنظف لتنظيفها وكذلك لفتح المسامات ولتجهيز أو تحضير البصل
ولتجهيز أو تحضير البشرة لاستقبال العناصر المغذية. إذن كما ذكرت لكم، سنقوم بوضع هذه الخلطة على كامل الوجه وكذلك على الرقبة، نتركها لمدة 30 إلى 40 دقيقة، وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لإغلاق هذه المسامات المفتوحة. تكرر هذه الوصفة 4 إلى 5 مرات أسبوعياً، فهي تعطي نتيجة هائلة ستبدأين بملاحظتها بعد أول أسبوع بإذن الله، وستلاحظين كذلك بعد تطبيقها أن وجهك أصبح أكثر إشراقة وأكثر لمعانا. فداومي عليها على الأقل لمدة شهر لتحصلي على نتيجة دائمة. والخلطة الثانية عزيزاتي تتكون من الحلبة، وأنا أعلم أن الحلبة غير محببة عند العديد من السيدات بسبب رائحتها القوية، لكن صدقوني فهي جد غنية بفيتامينات ومعادن يتم استقبالها بسرعة من طرف البشرة والجسم بشكل عام، لذلك فهي علاج فعال للتجاعيد والخطوط الدقيقة عند استخدامها بانتظام بطبيعة الحال. سنحتاج أيضا لقطعة خيار صغيرة، وسنستخدمه لأنه يحتوي على أكثر من 75% من الماء، وهو غني بالكبريت والعديد من الفيتامينات التي تضع على رأس قائمة علاجات التجاعيد الطبيعية، فهو يمنع ظهورها ويعالج كذلك ترهل البشرة ويشدها ويحميها من أي خطوط رفيعة قد تظهر عليها، زيادة على أن الخيار يرطب بشرة الوجه بعمق ويمنحها البياض والإشراقة. أما ثالث مكون فهو العسل، وإذا لم يتوفر لديكم العسل فاستخدموا الزبادي أو ما يعرف كذلك بالياغورت أو اللبن، وإذا لم يتوفر لديكم العسل فاستخدموا الزبادي أو ما يعرف بالياغورت أو اللبن، لكن من المهم أن يكون خالي من السكر. فالزبادي جد غني بفيتامين دي الذي يحفز إنتاج الكولاجين بالبشرة ويرطبها وكذلك يغذيها بعمق. لننتقل الآن لطريقة تحضير الوصفة. وأول شيء عزيزتي سنقوم ببشر قطعة الخيار، ثم سنقوم بتصفية المبشور في مصفاة لنحصل على عصير خيار طبيعي، وهو ما سنستخدم في هذه الخلطة. خذي إناء مناسب، وضعي به مقدار ملعقتين صغيرتين أو ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة، نضيف إليها ملعقة من العسل أو ملعقة من الزبادي، استخدموا دائما المتوفر لديكم، وسنبدأ بإضافة عصير الخيار بالتدريج مع التحريك والخلط المستمر إلى أن نحصل على خلطة متجانسة وبهذا القوام الذي سأوضحه لكم. الآن سنترك هذه العناصر لتتفاعل مع بعضها البعض. سنقوم بغسل الوجه جيدا تماما كما في الوصفة الأولى، ثم سنقوم بتطبيقها ونتركها لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. تستخدم هذه الوصفة 3 مرات بالأسبوع، فهي كذلك تعطي نتيجة سريعة، كما تملأ الوجه بالنسبة للسيدات اللواتي ترغب بملء الخدود أو تسمين الوجه، فهذه الوصفة ممتازة جدا لهذا المشكل. حاولوا كذلك عزيزاتي تدليك البشرة بزيت الزيتون بشكل يومي قبل النوم، يمكنكم أيضا استخدام زيت اللوز، فكلاهما يساعد على حماية البشرة من التجاعيد وشدها لأطول مدة ممكنة. وهكذا حبيباتي نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم. أتمنى أن تجربوا هذه الخلطات، فهي مضمونة ومجربة 100%. لا تنسوا أيضا أن تشاركوها مع أصدقائكم ومعارفكم لتعم الفائدة. أشكركم على متابعتكم ووفائكم الدائم، وأضرب لكم موعد قريب في خلطة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.